أنت رئيس السلام، أنت شمس البر، ولما بتشرق بتأتي بالشفاء في أجنحتك يا رب. وسط هذه العاصفة، وسط هذا الزلزال الهائل، ما أحوجنا إليك يا رب. اشرق بمجدك، تعال بسلامك، اشفي القلوب والأجساد، اشفي العلاقات، اشفي الأرض الملعونة اللي لعناها بخطايانا. قلت أبرئ أرضكم، الكوكب ده بقى مريض مريض مريض. وحدك الخالق اللي تقدر تشفيه تبرئه. في اسم المسيح، آمين. مرة تانية، كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد مختلف، تالي محدش حضره من هذا الجيل، ومش عارف الأجيال اللي فاتت حتى حد حضر العيد بالمنظر ده أبدا قبل كده. وإحنا محبوسين في البيت ومش قادرين نروح بيت ربنا، مش قادرين نعيد كالمعتاد. لكن زي ما كنت بقول الجمعة الماضية أو الامبارح، بقول العيد ده فرض علينا، والوقت ده فرض علينا أننا نعيد مش زي كل عيد، مش نعيد من برة، مش نعيد بأشياء اتعودنا عليها، مش نعيد بمظاهر خارجية، لكن عندنا فرصة أن العيد ده نعيد بطريقة مختلفة، نعيد بصاحب العيد، نعيد بيسوع وهو داخل أورشليم، وهو داخل إلى هيكله، وهو ذاهب بنفسه إلى الصليب، وهو يقوم من بين الأموات ناقضا أوجاع الموت. مرة ثانية بقول لحضراتكم يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب الأيام ديت الصعبة تمر بخير وسلام، وربنا يصنع منها أمور عظيمة لمجده ولتغيير حياة البشر ومصائر الملايين والبلايين من الناس. قبل ما أحكي معاكم في تأمل هذا الصباح في ذكرى دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم، عايز بس أقول كم إعلان سريع. الحاجة الأولانية إن الأسبوع بتاعنا ده إحنا تعودنا الأسابيع اللي فاتت يكون عندنا 2 و3 و4 و5 وقت للصلاة في أمسية، وكانت الساعة 5 وبعدين خليناها 4 لما جاب الكيرفيو، وبعدين الأسبوع اللي جاي ده هنرجعها 5 لأن الحظر امتد للساعة 8، فنقدر نزيع من هنا من 5، وحناخد ساعة بدل نص ساعة لأن ده أسبوع خاص، فحيبقى من بكرة الاثنين والثلاث والأربع والخميس من الساعة 5 للساعة 6 في صلاة بتطلع من هنا من الكنيسة، بنتابعها على كل السوشيال ميديا بأنواعها المختلفة وخاصة الفيسبوك. ويوم الخميس، يوم الخميس العهد، أنا هكون مع حضراتكم في الساعة دي عشان نقضي وقت مميز في محضر ربنا كعيلة وكأسرة، وإحنا ملتفين حول الفادي والمخلص المسيح فصحنا. إحنا مش بنعيد بفصح اليهود اللي قدموا فيه خروف ورشوا الدم على العتبة، إحنا بنعيد بالفصح الحقيقي الفادي، حمل الله اللي رفع خطية العالم. يوم الجمعة اللي جاية هتبقى الجمعة العظيمة، وبنسميها العظيمة لأن ده في اليوم اللي فيه قدم المسيح نفسه كفارة عن خطايانا، مش عن خطايا آدم وحواء بس، لا لا، عن خطايا العالم كله. حمل هو في نفسه في جسده خطايانا على الخشبة لكي نموت عن الخطية فنحيا للبر. فحيكون من الكنيسة هنا برضو زي ما النهاردة من الساعة 11، بس حيكون الساعة 12 في الجمعة اللي جاية من الساعة 12، مش من 10:30 ومش 11 زي النهاردة، معلش هنلخبطكم، من الساعة 12 للساعة 2 حيكون عندنا خدمة خاصة بيوم الجمعة العظيمة. الحد اللي بعديه اللي هو زي النهاردة
هنبقى بنحتفل بالقيامة، وهيبقى أيضا هتذاع الخدمة من الكنيسة من هذا المنبر الساعة 11 زي النهاردة، فيبقى الحد 11 والجمعة اللي جاية 12 والأمسيات من الساعة 5 للساعة 6 لمدة ساعة هنقضي فيها وقت أمام الرب. عايز أقرأ معاكم النهاردة القراءة الخاصة بدخول المسيح الانتصاري ده من متى ومن لوقا. تشابهت القصة لكن اختلفت في بعض العبارات المهمة جدا، وفي لوقا أضاف فقرة مهمة جدا لم يذكرها لمتى ولا مرقس، وده قيمة إن احنا عندنا أربع أناجيل بتؤكد الحقيقة وبتكمل ما نقص هنا أو هناك عشان نشوف الصورة متكاملة. إنجيل متى أصح 21 وحقرأ من عدد 1. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، يعني حمارة ومعها ابنها، فحلهما وأتيان بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما. لما حد يقولك ايه ده ايه ده بتعمله، ربنا محتاج لهم هيسبكم. فللوقت يرسلهما، فكان هذا كله لكي يتم قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان، هناك على حمار وعلى جحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع، وأتى بالأتان والجحش وضعهما ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وعشان كده بسميه أحد الزعف كده، فرمز للي عملوه في ذلك الوقت. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا، يعني في ناس كانت ماشية قدام المسيح وفي ناس ماشية وراء الموكب دوت، كانوا يصرخون قائلين: أصنى يا ابن داود، أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي، ده اللي كانوا عارفينه، الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى هيكل الله، وحقف عند الحكاية دي بعد شوية، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وفي مرقس بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم إلي عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. إلى آخر هذه الكلمات. هقرأ من لوقا نفس المشهد ده، لكن هقرأ اللي لم يذكره هو متى وذكره هو لوقا هنا. نفس الفكرة بتاعة الجحش دوت، عدد 31 من أصحاح 19. وإن سألكم أحد لماذا تحلان فقولوا له هكذا: أن الرب محتاج إليه. فقال الرب محتاج إليه. وحاجة للحكاية دي لأنها مهمة جدا. عدد 37. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدى كل جمهور التلاميذ، ودي نقطة مهمة قوي، يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. الفريسيين طبعا ما عجبهمش الكلام، قالوا: انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وده الباراجراف اللي جاي اللي لم يذكره متى. وفيما هو يقترب ونظر إلى المدينة بكى عليها قائلا: أنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، لكن الآن قد أخفي عين عينيك، فإنها ستأتي أيام يحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. وبعدين دخل إلى الهيكل. خلوني أصلي وأطلب أن ربنا يدينا النهاردة كلمة في هذا اليوم يعيدنا إلى هذا المشهد، ندخل في هذا الموكب ونسمع الدرس ونتعلم
ما يريده الروح أن يتكلم به إلينا في هذه الأيام. ده يومك وده شعبك الجالس أمام الشاشات ليتابع هذه الرسالة. يا رب تكلم يا ابن الله، تكلم يا ابن داود، تكلم أيها الملك العادل والمنصور والوديع، تكلم إلى قلوبنا وإلى أذهاننا، ودينا يا رب نخضع ونتعلم الدرس. ادينا ما نكونش زي أورشليم في هذا اليوم، هاجت وماجت وسقفت وبعد شوية قالت اصلبه، ما عجبهاش ودعتك وتواضعك، ما عجبهاش اللي انت عملته في الهيكل، كانوا عايزينك تعمله في قصر بيلاطس، فقالوا اصلبه. ادينا النهاردة نعرف زمان افتقادنا، فلا يكون لنا ما كان لهم يا رب، بل يكون لنا ما أردت أنت أن تصنعه فينا وبنا. في شفاعة المسيح أجبنا. آمين. ما عنديش عنوان النهاردة للرسالة، لأني عايز أقف عند نقط في الحدوتة اللي أنا قرأتها ديت، فسميتها تأملات، تأملات في أحد الزعف. فاسمحوني أخدكم في كذا وقفة من الوقفات ديت اللي الوحي حط تحتها سطور مهمة جدا، ولأن فيها معنى، فيها رسالة ليا وليك في هذا اليوم، وبالذات في هذه الظروف التي نعيشها. تأمل أولاني، هقف عند الكلمة الغريبة ديت اللي تكررت في الثلاث أناجيل الأولانين دول، الرب محتاج إليه، الرب محتاج إليه. في متى بيتكلم عن أتان وجحش ابن أتان، وناس كده يقولك إيه ده أتان وجحش ابن أتان، يعني حمار وابنه الصغير وابنها الصغير، ولا أتان بس ولا جحش بس، وهو لما ركب أكيد مركبش على الاثنين، فإيه اللخبطة ديت؟ متهيألي الموضوع مش صعب أبدا، يعني لأنه الجحش ده جحش صغير فموجود جنب أمه، ولو انت خدته لوحده مش هيرضى، والأتان هتزعل منك قوي وانت بتاخد ابنها، فانت بتجيب الاثنين مع بعض. لكن لما ركب على الجحش الذي لم يطأه احد من قبل، وعشان يقدر يكمل بيه كان لازم يبقى الام ماشيه معاه في الموكب دوت، لكنه لم يركبهما معا، هو ركب الجحش. العباره الغريبه اللي قيلت هنا هي الرب محتاج اليه. إيه ده؟ الرب ربنا محتاج لحد، لحاجة، معقول؟ دي عبارة تبدو لا تستقيم، ما تمشيش مع بعضها. لو هو ربنا مش محتاج لحد، ولو هو محتاج يبقى مش ربنا. ودي نقطة مهمة جدا محتاجين أننا نفهمها. الإجابة، هل هو يحتاج إلينا؟ هل هو يحتاج إلى شيء؟ الإجابة لا، والإجابة نعم. الإجابة لا، لو هو محتاج مننا أو من أشياء لنفسه، لا هو مش محتاج، هو خلق هذا الكون من لا شيء، قال فكان، أمر فصار، هو لروحه مش محتاج. الله كامل في ذاته ولا يحتاج لشيء، فحتى العلاقة والحب كائنة في داخل الثالوث منذ الأزل وإلى الأبد، فهو إله الحب والعلاقة والشركة والدفء والأمان والقوة والسلطان، فالله لا يحتاج لنفسه شيء ما أو شخص ما. لكن الإجابة نعم، لينا ربنا محتاج. ليه هو مش محتاج؟ لينا الرب محتاج إليه. الرب محتاج لدابة ليدخل بها ليحقق النبوة.
ليعطي الدرس، ليوصل الرسالة، فلتوصيل الرسالة لتحقيق مشيئة الله في حياة البشر لينا 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 مش ليه، محتاج محتاج. ودي نقطة مهمة قوي ناس كتيرة بتتلخبط فيها وبتقول لا 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 ربنا مش محتاج خالص، بيعمل اللي هو عايزه وقت ما يشاء، بقدر مش محتاج خالص. مش حقيقي، الرب محتاج إليه. ليه مش محتاج؟ لينا محتاج، لينا محتاج. عشان ربنا يدخل حياتك كشخص محتاج انك انت تفتح الباب وتدعوه، والا ما يقدرش يدخل. محتاج انك انت تثق فيه وتقبله، ودون ان تثق فيه وتقبله هو مش هيقدر يحقق ارادته في حياتك، مش هيقدر يعمل اللي نفسه فيه، مش هيقدر يفديك، مش هيقدر يغيرك، مش هيقدر ينجيك، مش هيقدر يخلصك، مع انه عايز يعمل كده. فليك هو محتاج، ليك هو محتاج، محتاج منك. ونفس الفكره للاخرين، فليا كشخص هو محتاج مني حاجه، صحيح حاجه صغيره قوي، اني اؤمن واقبل، اني افتح وادعوه. وللاخرين هو محتاج، محتاج ليا، محتاج ليا اني انا اللي اوصل الخبر، اني انا اللي احمل المسيح، اني انا اللي اوصل المحبه الالهيه، اني انا اللي اوصل الاخبار الساره للاخرين. ربنا لما خلق هذا الكون حط لي قوانين، فخلق الطبيعه ووضع لها قوانينها اللي بتحفظها، وخلق الكائن الحي واعطاه قوانينه، قوانين البيولوجي اللي بتحفظه. ولما خلق الانسان كائن متفرد، هو مادي صحيح وهو بيولوجي صحيح، بس هو كائن روحي وعنده إرادة ويستطيع أن يختار، حط قوانين لحكم العلاقة اللي بينه وبينه. فالإنسان عند ربنا مش شطرنج، ربنا محتاج لي عشاني، محتاج لي عشان الآخرين، لأن أنا بالنسبة له كائن مهم، لي قيمة وعندي تأثير، ويأثر بالسلب ويدمر حياة الناس، يبقى أثر بالإيجاب وبنقل لهم الحياة اللي المسيح دفع ثمنها. أيوة ربنا محتاجني طبقا للقوانين اللي ربنا وضعها في علاقته معايا، ربنا محتاجني، وأنا ليا دور، أنا ليا دور، أنا مش كمالة عدد، أنا مش شيء، لا لا لا، أنا كائن أبدي. صحيح دوري قليل، بس دوري القليل هو اللي بيتوقف عليه الدور الإلهي الكبير في خلاص نفسي. دوري قليل، قليل قوي، اني اؤمن واقبل واقبله في قلبي وفي حياتي. ودوري في حياه الناس صحيح قليل، اني اصلي لهم واتضرع من اجلهم واشهد لهم عن نعمه الله. عشان كده الكتاب بيقول الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله، لكن كيف يسمعون بلا كارز؟ هيعرفوا منين الكلمة اللي هيؤمنوا بيها من غير ما حد هيوصلها لهم؟ الرب محتاج إلي. أيوة الرب محتاج لي عشاني، ومحتاج لي عشان أخويا. واللي يقول غير كده ضحك عليك. الرب محتاج إليه ليدخل أورشليم ليحقق النبوة، ليصنع مشيئته في هذه المدينة العظيمة. الرب محتاج إليه. تأمل تاني اللي عايز أقف عنده، الكلمات اللي ذكرت مرتين هنا، لما التعبير عن أنه دخل على حمار وديعا وديعا. وأنا عايز أقرأ الشاهد اللي هو النبوة التي هي في زكريا 9، الكلا الأناجيل ذكر أنه عشان تتحقق النبوة المكتوبة عنه. زكريا 9:9، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك، ودي نقطة مهمة قوي، ملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصور ووديع. في الأناجيل سابوا عادل ومنصور وركزوا على كلمة وديع، لأن هي دي الكلمة الغريبة، دي الغير معتادة. عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وعشان كده متى اتكلم عن الأم وعن الابن، لأنه لقى هنا الحمار وعلى كأنه اتنين. وبعدين أقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم،
أقطع الحرب والصراع والكراهية ويتكلم بالسلام للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر. في دخول المسيح أورشليم بهذه الصورة كان تحقيقا لهذه النبوة الموجودة في زكريا 9:9 واللي بتحمل لنا صورة بديعة الحقيقة. صورة بديعة. في زكريا كلمة عادل righteous، عادل مستقيم، مظبوط مظبوط، بيحكم بالعدل، منصور victorious، غلبة منتصر، ملك منتصر، مش داخل مهزوم. واحنا بنشوف الافلام القديمه كده لما يكون قائد جيش ولا ملك وفتح مدينه وداخل والموكب العظيم هو بقى منفوخ على ايه على الاخر كده عشان منتصر، وبعدين المشهد يتغير وديع. في زكريا كلمه وديع جت لولي، تواضع، نازل لتحت، مش منفوخ، همبل متواضع. لكن في متى وفي لوقا جت وديع، جنتل، رقيق، وده الغير معتاد وده عكس المألوف. الملك المنتصر في موكب دخوله إلى العاصمة والرايات مرفوعة والأبواق بتهتف، بيبقى منفوخ على آخره، وراكب ايه بقى؟ راكب مركبة تجرها الخيول وفرس أبيض وعاجة بقى، وده داخل على جحش ومحطوط عليه شوية ثياب كده قاعد عليها، يعني حتى مفيش القعدة الشيك. غريبة قوي، غريبة قوي. بس أنا أفتكر إن ده الدرس الكبير اللي إحنا عايزين نقف عنده النهاردة. قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. فين مشكلة الإنسان؟ فين مشكلة البشرية؟ فين الداء؟ فين الفيروس الحقيقي؟ فين الكورونا الحقيقية اللي أفسدت قلب الإنسان وحياة الإنسان؟ كبرياء. في جنة عدن كبرياء. لوسيفر كبرياء. قايين وهابيل كبرياء. ليه أخويا بحسن مني؟ كبرياء. كبرياء الإنسان هي مشكلته، هي السرطان اللي قائم ويعيش في داخلي. العظيم الكبير 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 الكبير، ملك الملوك، رب الأرباب، الغالب، المنتصر، الملك الحقيقي، متواضع ووديع، مش بتاع منظرة، مش عايز يتنطط على حد، مش عايز يتفاخر على حد، لأنه عظيم في ذاته. اللي بيتكبر ده لأنه جوه فاضي، لأنه جوه مخوخ، فعايز يعمل لنفسه منظر، عايز يبان كبير، عايز يبهر الناس عشان هو مش مقتنع بروحه. اللي فاضي جوه بيبقى متكبر، منفوخ هوا. اللي مليان جوه وديع ومتواضع. فين المشكلة في العلاقات الإنسانية؟ كبرياء الإنسان. فين المشكلة بين الزوج والزوجة؟ أكبر المشكلة، مين هيمشي رأيه؟ مين هيعتذر الأول؟ مين هيقول آسف؟ مين هيبوس جزمة التاني الأول؟ مين هيقول أنا اللي غلطان وأنا اللي وحش؟ إيه الصراع بين الدول؟ إيه الصراع ما بين الحضارات؟ إيه الصراع ما بين الديانات؟ الكبرياء، مين صح؟ مين غلط؟ أنت كافر، أنا كويس، أنت وحش. أتمنى أمام هذا الفيروس اللي بيصيب العالم أن الإنسان يرجع يشوف حجمه الحقيقي. ليه الناس استغنت عن ربنا؟ كبرياءها، أنا مش محتاج، أنا مش محتاج، صحيح؟ أنا مش محتاج، لا لا لا، أنا عارف كل حاجة دلوقتي، وبعدين بالتكنولوجيا هعمل كل حاجة،
وبعدين هسعد نفسي وبعدين 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 وبقى أنا مش محتاج. ليه؟ خرجوا ربنا من حساباتهم. كبرياء الإنسان، كبرياء الإنسان. الله متواضع. أنا وإنت نبقى إيه؟ أنا وإنت نبقى إيه؟ في مزمور 38 وعدد 6 بيقول: لأن الرب عال عظيم ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. ليه المتكبر مش بيعرف يروح لربنا؟ لأنه أصلا حاسس مش محتاج لربنا. ولأن المتكبر اللي هو قد كده وعامل نفسه قد كده، لما بيروح للي قد كده وهو متواضع ما بيمشوش مع بعض. المتكبر يعرفه من بعيد، المتواضع يراه، يسكن مع المتواضعين. القديسة العذراء مريم قالت: نظر إلى اتضاع أمته، يرى المتواضع. بص كده ولقى الله. بص البنت دي متواضعة ازاي. انا اسكن فيها، انا اجي منها للعالم. نظر الى اتضاع امته. النتيجة الاجيال، الاجيال تطوبني. الوقت ده وقت نتواضع وناخد حجمنا الحقيقي. الوقت ده اننا ننكسر ونرفض كبرياءنا، ويبقى الخناقه في البيت مش مين الغلطان، تبقى الخناقه في البيت كل واحد بيتسابق بيقول التاني: انا اسف، سامحني، حقك عليا، انا اللي غلطان. مين اللي خرب البيت؟ انت اللي خربت البيت ده. كل واحد يقول للتاني: انا اللي بوظت الدنيا، سامحيني. الراجل ما يقدرش يقول كده، وإلا الست هتتنطط عليه. لو انت راجل ورب للبيت، اتواضع، اعتذر، اتأسف، روح لأولادك قول لهم انا اسف، روح للناس اللي جرحتهم قول لهم انا اسف. ملكك يأتي اليك وديعا، وديعا، مع انه منصور وغالب، مع انه رب الارباب وملك الملوك، لكنه متواضع وجنتل وديع ورقيق. مش قاسي، مش طالع فيها، مش بيتنطط على الناس. اذا احنا في الظروف اللي احنا عايشين فيها ديت مع الكورونا ما توضعناش، ما عندناش امل تاني، ما عندناش امل تاني، ما عندناش امل تاني. اذا البشريه في هذه الازمه لم تدرك حجمها الحقيقي، ما عندناش أمل تاني. هو وقت أن نتواضع أمام القدير المتواضع، أن نكسر كل كبرياء وتعالي وانتفاخ زائف، وأن يرى كل واحد مننا حجمه الحقيقي أمام الله. روعة داود أنه قال كده: أتصاغر دون ذاك، أكون صغيرا وضيعا في عيني نفسي. ولما بتواضع قدام ربنا بتواضع قدام الناس، ولما بتواضع قدام ربنا بتصالح معاه، بيلاقيني، بيرى المتواضع وبيمد ايده ليا، يرفع المتضعين وينزل الاعزاء من على الكراسي. وديع، وديع. التأمل الثالث، واللي في رأيي هو بيت القصيد اللي عايز أقف عنده أكتر، هو لما دخل المدينة ارتجت المدينة. ارتجت المدينة لسببين. السبب الأولاني ارتجت بسبب هتاف التلاميذ: أوصانا، مبارك الآتي باسم الرب، ابن داود. يا انت عارفين بقى ان ده ابن داود؟ اه طبعا ده ابن داود، ده الملك الآتي، ده اللي اتقالت عنه النبوة ان ابن داود سيأتي وسيملك ولا يكون لملك انقضاء، مبارك الآتي، هللويا، اخيرا ابن داود جاء. ارتجت المدينة من هتاف التلاميذ. لكن الرجة الحقيقية من دخول المسيح الى المدينة لما بيدخل تهتز،
لما يدخل البيت بترتج، لما دخل الهيكل ارتج، لما دخلت المدينة ارتجت المدينة. نقدر، نقدر بصوت أغانينا وهتافنا، نقدر بصوت الفرح والطرب حتى في أزمنة الضيق، نقدر بصلواتنا وإحنا بندعو المسيح أن يدخل، أن يدخل، أن ترتج المدينة، ويتساءل الناس من هذا؟ من هذا؟ بس ساعتها مش هنجاوب الإجابة الساذجة اللي هم جاوبوه، هذا هو النبي، لا لا، هذا هو ابن الله، هذا هو حمل الله. إحنا عارفين دلوقتي هو مين. الغريب بقى إن الملك لما بيدخل المدينة في موكب زي دوت وألاف الناس قدامه وراه بيهتفوا وبيغنوا، موكب مفروض يطلع عليه على القصر الملكي، على القصر الرئاسي على طول، صح كده؟ ويجلس ملكا وتخلص الحكاية ويحصل الانقلاب. هو ما راحش على القصر الملكي، ولا راح للسياسة، ولا راح للرئاسة، وراح لبيته، دخل الهيكل، البيتي بيتي. الفكرة دي مهمة قوي. ربنا شايف ان قلب المدينة مش القصر الجمهوري ولا القصر الملكي، قلب المدينة اللي بيغير المدينة بيته، بيته. الله مش بيجلس على الكراسي، كراسي السياسة. ربنا بيجلس في قلوب الناس، بيغير الناس من جوه، فالحياة تتغير، فالمبادئ تتغير، فالقوانين تتغير، فالسلوك يتغير، فكل حاجة تتغير. بس الأول لازم يغير من جوه، مش بيغير السياسة فالحياة تتغير. دخل إلى هيكله، دخل إلى قلب المدينة، لأن ده كرسيه، ده كرسيه. وقال عبارة جميلة، قال بيتي بيتي، ده بيتي، ده المكان اللي بحب أسكن فيه وأكون موجود فيه، ومن هناك، من هناك أقدر أغير أورشليم، أقدر أخلص أورشليم، أقدر أنجي هذه المدينة العاصية والبعيدة والمبتعدة عني. النهاردة الكنيسة كمبنى مقفولة، لكن الكنيسة النهاردة كأعضاء، كالحجارة الحية، موجودة، بس موجودة في بيوتها، في بيوتها. عندنا فرصة النهاردة ذهبية، ذهبية، ما حصلتش قبل كده ومش عارف هتتكرر تاني ولا لا، بس لو حصلت المرة دي، لو حصلت المرة دي التاريخ لن يعود كما كان. عمل ايه في الهيكل وعايز يعمل ايه النهاردة في البيت؟ المرة دي هو عايز يدخل بيتك، 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 ويقول بيتي، بيتي. ولو شفنا عمل ايه في الهيكل وسبناه يعمل ده في البيت، في البيت، في بيوت الناس، في بيوت الناس، العالم لن يعود كما كان، العالم لن يعود كما كان. حاجتين عملهم في الهيكل، قلب موائد الصارفة، طرد باعة الحمام، وقال ايه ده، ايه ده، ايه ده، ما هذه العبادة الباطلة الظاهرية؟ انتوا بتساعدوا الناس عشان الزبائح، ففي صارفة عشان الناس جايبة فلوسها ولازم يشتروا بعملة الهيكل، فالصارفة موجودة عشان يغيروا العملة، وبعدين اللي عايز حمل موجود، واللي معاش فلوس وعنده بتاع ده عايز حمامة موجودة، فبنسائل على الناس انهم يغيروا الفلوس ويشتروا الزبائح والمحرقات بتاعتهم، فبقى سوق، بقى سوق، بقى سوق، سوق بنعمل فيه العبادة، بنعمل فيه النظام، بنعمل فيه الشكل، الشكل. وقال أنا مش عايز الشكل، أنا مش عايز الشكل، أنا عايز العلاقة.
طرد من بيته العبادة الباطلة الشكلية وقال الكلمات اللي ذكرت قبل كده: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، قلبه مبتعد عني بعيد. أنا عايز قلبك، أنا مش عايز لسانك، أنا مش عايز أعمال يديك، أنا عايز قلبك يا ابني، أعطني قلبك. هذا الشعب يكرمني بيقول كلام كويس قوي، بيعمل مظاهر كويس قوي، بيقدم عبادات وطقس كويس قوي قوي قوي، برافو، وذبائح ومحرقات وإيه ودم وحاجة وعاجة ما يعلم بها لربنا. قلبه مبتعد عني بعيد، برا 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 برا، أنا مش عايز الكلام ده، أنا عايز قلبك، أنا عايز قلبك، أنا عايز العلاقة. زي ما كنت بقول يوم الجمعة، أنا مش عايزك ترضيني، أنا عايزك تشبع بيا، أنا مش عايزك تعمل لي، أنا عايزك تعرفني وتعيش معايا وتسمح لي أغير حياتك وأعطيك حياة أفضل. طهر الهيكل من العبادة الشكلية، المنظرة، الشكل، لكن طهر الهيكل أيضا من التجارة الدينية، من التجارة الدينية. مين كان بيكسب وراء الحكاية دي؟ الكهنة، رجال الدين، رجال الدين. بسبب ان الناس لازم تروح الهيكل ولازم تقدم الحاجات دي وتقول خطاياها ما تغفرش، صار لهم سلطان على الناس وصارت لهم مكاسب كبيرة قوي 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 قوي. فالدين بقى تجارة، الدين بقى تجارة ومكاسب مالية ونفوذ وسلطان، وهذا ما نراه في العالم اليوم، الدين صار سلطان ومكاسب مادية. ده اللي خلى رجال الدين قال له لا لا لا، ما ينفعش، لازم نتخلص من الراجل ده، احنا الناس هتمشي وراه، مكانتنا وسلطاننا وفلوسنا وهيروح هيضيعنا، هيضيعنا الراجل ده، لا انا لازم اخلص منه، لازم اخلص منه. ده عايز الناس تحب ربنا وتبقى منها ربنا وتعرف ربنا وتعيش مع ربنا وتتقي ربنا، واحنا بقى ما يبقاش لنا لازمه، دي تبقى مصيبه. وده اللي اتكلم عنه بولس، يظنون أن التقوى تجارة، بيتاجروا بالناس، بيستخدموا الدين عشان يفرضوا سلطانهم على الناس، عشان ياخدوا السلطة والمال. برا برا، بيتي بيت الصلاة، المكان اللي بنتقابل فيه، تطلبونني تجدونني، ترفعون عيونكم فأتراءى لكم، تمدون أيديكم فأمسك بها، تلتقون بي وجها لوجه. بيتي بيت اللقاء، بيتي بيت الصلاة يدعى. النهارده احنا في بيوتنا، أحد الزعف في بيتنا، وخميس العاد والجمعة العظيمة والعيق، احنا في بيتنا عندنا فرصة هايلة، مش عارف هتجيلنا تاني ولا لأ، ان كل عيلة ترحب بيه يدخل بيتها، بيتها، ويطهر البيت ويقول بيتي. تعال يا يسوع بيتنا، لانه مش بيته، بس لما بفتح الباب وبيدخل اتعشى معه وهو معي، ويتحول بيتي الى بيته. انا عايز اتخيل معايا انك انت النهارده كعيله قبلت دخول المسيح لبيتك، لقلبك وبيتك، لحياتك الشخصيه وبعدين لبيتك، وتحولت انت ملك ليه، وتحول البيت ده بتاع ربنا، البيت ده بقى بيت ربنا. وده اللي حصل في الكنيسة الاولى، يقول لك الكنيسة التي في بيتك، الكنائس كانت في البيوت، البيوت كانت هي الكنائس، ما كانش فيه مباني، ما كانش فيه تصريح مباني اصلا للكنائس، فالبيوت هي كانت الكنائس، والكنيسة كانت تجتمع في البيت. فتخيل بقى ان بيتك ده يبقى بيت ربنا، ويقول على بيتي، ها، وتعمل الديل ده مع ربنا النهارده. هينفع في البيت ده بعد كده حد يشتم شتيمة لا تليق؟
هينفع في البيت ده حد يفتح سايت مش اللي هو؟ هينفع في البيت ده حد يخون ويكذب؟ واو، لما قعدت افكر في الحكايه دي النهارده الصبح قلت يا مش عارف كم بيت النهارده بيتابعنا وبيشاهدنا وهيتابعنا ويشاهدنا يمكن بعد كده على على اليوتيوب. وعلى تخيل البيوت دي كلها النهارده رحبت بالمسيح ان يدخل البيت وتنقل الملكيه ويصير هذا البيت بيته، ويصير هذا البيت بيت للصلاة، بيت للحب، بيت للعطاء، بيت للفرح، بيت للغفران، بيت للسعادة، بيت يبنيه الرب الإله، بيت يسكنه هو ويملك فيه وهو الملك. الملك مصر لن تعود كما كانت. الوقت اللي فات دوت بسبب هذه الجائحة، عبارة أول مرة كنت أسمعها، جائحة بانديميك، جائحة عبارة جديدة عليا، يعني متهيألي جديدة على كتير من الناس كلمة جائحة ديت. بانديميك مش إبيديميك، إبيديميك يعني وباء، لكن بانديميك يعني وباء يغطي العالم كله. أكبر الناس على القعود، القعود في البيت وقت طويل، في ناس محبوسين صبح ظهر ليل، وفي ناس محبوسين بس من 8 ل 8 وده وقت قليل، لكنهم مش متعودين برضو على الحكايه ديت. المهم يعني فالحبسه ديت عملت حاجتين كبار جدا، وكان نفسنا النهارده نعرض بعض الاختبارات ديت. خلت بعض الاسر تتصالح ويرجعوا لبعض ويعتذروا لبعض ويغسلوا رجلين بعض ويقبلوا بعض بقبله المحبه ويدوا البيت ده لربنا. في بيوت رجعت لبعض بسبب الوقت ده، وفي بيوت اتخانقوا خناق الرب السماء، وبدل المصالحة بقى في معارك نووية، بالنوى نووية، نوى البلح، يا ريت بنوى البلح. وفي ناس قررت الطلاق، لا لا العيشة ما تتعش. عندنا اختيار النهاردة أن يدخل يسوع المخلص الملك الراعي الصالح، أن يدخل بيوتنا ويحول هذا الخراب، هذه العبادة الباطلة الشكلية اللي انت فيه رايح جاي رايح جاي كنيسة بس ما بتحبش وما بتغفرش، اللي انت عمال تغلط وتعتذر وتغلط وياريت تعتذر وتغلط وتتوب وتغلط وتتوب وانت ما بتغيرش، هي نفس العلاقة الآثمة، هي نفس السايت اللي بتتفرج عليه، هي نفس قلة الأدب اللي انت عايش فيها، هي نفس الخيانة اللي انت مكمل فيها. في الآخر لما وجه الوجه مع مراتك ومع عيالك مش مستحمل، والعيال مش مستحملين والديهم، والأهالي مش مستحملين عيالهم، بالذات التين ايجر دول بقى اللي عايزين يخرجوا يتفسعوا ويتفرجوا، اقعدوا على الأوضة، اقفلوا على الأوضة، ما تيجوا تاكلوا معانا، مش متعودين ناكل معاكم. عندنا فرصة النهاردة. أن نعطي سعف النخل أمام المسيح، وأن نخلع ثيابنا في تواضع، وأدخل بيتنا يا رب. تعال حول الخرابة دي لجنة. تعال حول العلاقات المدمرة ديت لبيت ويبقى بيتك. ومن هنا ورايح مش هقول بيتي، هقول مروح بيته، رايح بيته. قصدك الكنيسة؟ لا لا، قصدي بيتي، قصدي المكان اللي أنا عايش فيه مع مراتي وأولادي، أو المكان اللي أنا عايش فيه مع بابا وماما، ده بيته. أصل إحنا رجعناه له، بقى بيته وحطينا اسمه عليه وبقى قدس للرب، ودشناه أن يكون كنيسة للمسيح، وحنعمل الدور اللي قالنا عليه، حنرفع راية للأمم، راية للحق، وأن ننادي الناس في هذه الأزمنة أن يتوبوا ويرجعوا لتمحى خطاياهم، لتأتي أوقات الفرج من عند الرب.
عايز أختم. أختم باللي قاله وكتبه لوقا على لسان المسيح. وفيما هو يقترب قبل ما يدخل المدينة نظر إليها من على الجبل كده، شاف المدينة وبكى عليها. زعلان منهم عشان اللي هيعملوه فيك؟ لا لا. كارههم عشان الخيانة والغدر وهيصلبوك وهيبهدلوك وهيعملوك لا 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 لا. بتعيط على روحك؟ لا لا لا. بكى عليها. أنا متهيألي يسوع واقف على مدن كتيرة جدا إذا ما كانش على العالم كله بيبكي. بيبكي. إيه اللي عملته في روحكم ده؟ ليه وصلتوا للدرجة دي؟ ليه دمرتوا كل حاجة حلوة؟ ليه غيرتوا الأسماء والمواصفات؟ ليه الإنسان بقى حيوان متطور؟ ليه الحب بقى نجاسة وهوى وشهوة؟ ليه المال بقى إله يعبد؟ ليه؟ وبكى عليها لأنه شايف مصيرها. وقال لها كان عندك فرصة، ده زمان افتقادك، ده اللي انت استنيتيه من مئات السنين، ده اللي انت انتظرتوه، أن يأتي ملكك إليك، أن يأتي المخلص، أن المسيح يأتي. أنا جيت أنا جيت أنا جيت جيت وزرتك وانت لم تعرف زمان افتقادك. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. أحبائي ده زمن افتقاد، في زيارة إلهية لهذا الكوكب، مش عن طريق كورونا. كورونا مش هي الزيارة الإلهية، هي شر الإنسان. لكن الله يرى العالم ويبكي عليه وجاي يزورها، جاي يزورك، جاي يزور بيتك. بيقول ده معادك، ده زمان افتقادك، ده زمانك. افتقاد يعني ايه؟ يعني زيارة. جاي يسأل عنك، فربنا جاي يسأل عليك ويقول لك عامل ايه، عامل ايه، وهتعيش ازاي، وهتكمل ازاي، هتعيش ازاي في هذه الازمه، هتكمل ازاي بعدها، وهترجع للي كنت عليه. جاي يزورك، وجاي يزور البيت، وجاي يزور الاسره، وجاي يزور العلاقات، جاي يزورنا. هذا هو زمان افتقادنا. ولو احنا لم نعرف زمان افتقادنا، اللي جاي اوحش، اللي جاي اوحش، اللي جاي أعز. وإزاي إحنا أدركنا أن ده زمان افتقادنا؟ فتحنا قلوبنا وبيوتنا، فتحنا قلوبنا كأشخاص، فتحنا بيوتنا كعائلات. تعالى تعالى يا يسوع بيتنا، تعالى واملأ حياتنا صلاة، وردنا لنفسنا، أرجعنا أرجعنا، وأضيق بوجهك فنخلص، ودينا راية نرفعها للشعوب والأمم، راية الحق، رأيت إنك موجود، وإنت مين وعايز إيه، وإيه اللي إنت صنعته من أجلنا كفارة لخطايانا. اسمحوا لي ناخد دقيقة نغمض عينينا ونصلي، وعايز أدعو فريق إن يجي معانا. ده العيد الحقيقي، هناك زيارة إلهية، هناك زمان خاص شكله من بره صعب، كورونا، لكن روحيا في زيارة إلهية ليك ولبيتك ولمدينتك، ويبقى قلبك مكانه، ويبقى بيتك بيته. ويأمر بالسلام للأمم، وينادي بالخلاص والشفاء، يا رب نادي النهاردة
نادي علينا في كبرياءنا لنتواضع، نادي علينا في تعالينا عشان ننكسر أمامك، نادي علينا وكل واحد بيحط صباعه في عين اللي قدامه، وانت اللي غلطان، انت اللي وحش، عشان نقرع صدورنا ونقول ارحمني يا رب، انا الخاطي، انا اللي غلطان، انا اللي خربت البيت، انا اللي دمرت حياتي. نادي علينا عشان نميز زمن افتقادنا النهاردة يا رب، وتبقى فرصتنا الذهبية اننا مش في دوشة الكنيسة وزحام المراسيم والترانيم والفسفسين وسعف النخل لكن واحنا في بيتنا نقول لك تعالى يا يسوع بيتنا، تعالى يا يسوع، ادخل يا ملك المجد، ادخل يا ابن داود، ادخل يا مخلص، تعالى. ترنيمة قديمة جدا، ترنيمة كانت الأطفال بتاع مدارس الأحد، بس احنا محتاجين نرجع النهاردة ونتواضع ونصليها، نصليها لبيوتنا، لقلوبنا وبيوتنا، لبيوتنا وعائلتنا وعلاقتنا الأسرية كأزواج وزوجات، كأباء وأبناء، كأبناء وأباء. ويرد الله قلوبنا إليه وإلى بعضنا البعض ويقول بيتي بيتي بيتي، وتكتب كده وتقول مرة تانية هذا بيت الله، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، وتحط على باب البيت بتاعك كده هذا بيت الله، هذا مسكن الله مع الناس، ده مش بيت فلان الفلاني ولا علاني، ده بيت يسوع المسيح رب المجد. هتشوف 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 السلام، وهتشوف الفرح، وهتشوف الحب، وهتشوف الأمان، وهتشوف الاستعادة، هتشوف ريستوريشن، هتشوف رد المسلوب، هتشوف هتشوف لما الملك ده بيدخل بيعمل ايه، بيشفي بيشفي وبيبرئ. تعالى يا يسوع بيتنا، وملى حياتنا صلاة وبارك عيلتنا وادينا أحلى حياة. تعالى يا يسوع بيتنا وملى حياتنا صلاة وبارك عيلتنا وادينا ايدين مراتك وصليها، امسك ايدين ابنك وصليها، قربنا من بعضينا وكل واحد فينا تملك بالحب عليك. تعالى يا يسوع بيتنا واملى حياتنا صلاة وكلمتك في حياتنا أساس بنرجع ليه، أساس بنرجع ليه، نعبدك يا إلهنا في بيتنا أنت ملكنا وكلمتك في حياتنا أساس بنرجع.
صلاتنا ككنيسة النهاردة هي للعيلة بالذات. العيلة للعالم شوهها ودمرها وبوظ قيمها وخلى الكبرياء والأنانية قوانينها. يرجع التواضع والحب هو أساسها. عايز أشجعك كزوج النهاردة، إذا مراتك جنبك أنت في الأول قول لها أنا آسف، حقك عليا، انا ما قمتش بدوري للاخر، انا طلبت منك قبل ما اطلب من نفسي، انا ما كنتش القدوه والمثل، انا ما حبيتكيش زي ما حب المسيح الكنيسه واسلم نفسه من اجلها، انا عايزك تخضعي لي من غير ما احبك، انا عايز اخد من غير ما ادي. ممكن تتواضع وتعتذر، ممكن تبوط في ابنك تقول له انا ما فهمتكش، انا غضبت عليك وبس، انا ما احتويتكش، انا ما علمتكش، انا ما كنتش المثل ليك. ممكن تعتذر. وانتي اعتذري، وانت كابن اعتذر. خلينا النهاردة نتواضع ونعتذر لبعض ونعترف بالغلط اللي احنا عملناه مش اللي غيرنا عمله، ونحمل نفسنا المسؤولية مش نحط المسؤولية على الآخرين. نقول يا رب عندنا فرصة واحنا بنعيد في البيت، نعيد بيك وبوجودك. ما عندناش فرصة نعيد باللبس ولا بالمنظرة ولا بالمظهرة ولا بالمسخرة، عندنا فرصة نعيد بوجودك في حياتنا، بعملك فينا. أيوة بكلمك أنت، أيوة بكلمك أنت، يا كبير يا صغير. غمض عينيك وحديك فرصة وأنا بصلي تعتذر وتقول أنا آسف، سامحيني، سامحني يا رب، اعتبرت ده بيتي وعملت فيه اللي على مزاجي، عملت فيه الذي لا يليق، مع اني ببيتك تليق القداسة. عايز يرجع البيت ده مقدس عشان انت ده بيتك، وبيت صلاة وترنيم وتسبيح وخدمة، مش خناق وصويت وشخيط وصراع مين يمشي كلامه. عايز بيتي يرجع يمتلئ ترنم وحمد وفرح وسلام. عايز يرجع بالبيت ده نفسي اروح فيه عشان بقابلك وبقابل عيلتي وباخدها في حضني وباخد ولادي في حضني عشان انت بتاخدنا في حضنك. يا رب نصلي معونا لكل بيت النهاردة struggling، بيصارع، عنده تحديات كبيرة في علاقاته، وضغوطه المالية دمرته. ادخل يا رب، ادخل بالسلام، ادخل يا رب بالمعونة، ادخل يا رب بنعمة، ادخل يا رب، وحول البيوت دي كلها إلى كنائس، كنائس انت عايش فيها، انت موجود فيها، بتشهد عنك وبتحكي للآخرين في كل العمارة عن اللي انت عملته معاها، وتبقى كل عيلة راية مرفوعة للحق في زمن احنا عارفين ان ده زمن افتقدنا. جينا نتكل عليك، جينا نحط ثقتنا فيك، جينا نقول لك ما عندنا غيرك يا رب.
في هذه الجائحة، في هذه الأيام الصعبة، جي نركع ونصلي ونقول لك إذا أنت ما بنيتش البيت باطل يتعب البنون، إذا أنت ما حرستش المدينة باطل يتعب الحراس، إذا أنت ما عملتهاش بإيدك ما فيهاش فايدة. بس إحنا دورنا جايين نعمله، جايين نتواضع، جايين نفتح أبوابنا وقلوبنا وبيوتنا، جايين ننادي بالحق للي حوالينا. قول كده على بيتك النهاردة، صلي الصلاة دي عن بيتك وعن أسرتك. كلمات إن لم يبني الرب البيت، كلمات كتبها الشيخ نعيم عاطف، شيخ هذه الكنيسة اللي يمكن دلوقتي موجود في أمريكا، مش عارف يسمعنا ولا لأ، لكن كلمات رائعة، كانت جزء من بداية النهضة الكبيرة اللي حصلت في هذه الكنيسة. وإحنا ككنيسة جينا نقول له أنت اللي هتبني البيت، وربنا عمل كنيسة كبيرة، بس الأهم الكنيسة اللي في البيت. وعايزك تقولها النهاردة لكنيستك اللي في بيتك، في عيلتك اللي انت مسؤول عنهم، ان لم يبني الرب البيت. ان لم تبني انت البيت تضيع جهود البنائين، ان لم تغرس انت الكرم يغيب رجاء كلمات. صلاة روعة، وإحنا في وقت دي الصلاة اللي كنا بنصليها للكنيسة وربنا استجاب، شفناه وبيملأ الكنيسة ديت بالناس اللي رجع وبتوب. بس عايزك تصلي دي لبيتك النهاردة، لأن الكنيسة في بيتك دلوقتي، وزي ما قلت دي فرصتنا النهاردة، بنعيد بدخول المسيح لبيتنا، مش للكنيسة، مش للهيكل، للهيكل الحقيقي اللي هو أنت وبيتك. صليها، أنا عارف أنها جديدة، معناها قديمة، هي جديدة لأن بقالنا مدة ما بنرنمهاش، حتى زيزو ما كانش يعرفها، بس اتعلمها هو، برافو عليه، بيتعلم بسرعة، لكن هي ما أحواجنا الأيام ديت نصليها. قولها تاني معايا، بس صليها مش مجرد ترنمها. لم تبني أنت البيت تضيع جهود البن، بيتك اتحقق فيه الكلمات ديت، لن تعود كما كنت، والحياة لن تعود كما كانت. احنا عايزين الاسبوع دوت يبقى اسبوع افتقاد الهي لشعبنا ولشعوب كثيرة،
كنت لسه بتكلم مع حد من الخدام, هي أمريكية وبتقول الكنيسة في أمريكا بتصلي كما لم تصلي. الكنيسة في أمريكا ما كانتش محتاجة تصلي, بس دلوقتي بتصلي, بتصلي, رجعت تصلي, رجع بيته بيت الصلاة اللي هو قاله. الأسبوع ده أسبوع خاص, إحنا في مطحنة الأزمة, إحنا في قلب العاصفة, الناس بتموت بالعشرات بالمئات بالألوف كل يوم, الغرب يترنح كما لم يترنح. غريبة جدا إن قلب العاصفة ديت أوروبا وأمريكا اللي أعطوا ظهورهم للمسيح. فإحنا الأسبوع ده عندنا فرصة للاسترداد, عندنا فرصة أن نرحب بالملك أن يدخل المدينة وترتج المدينة, لأن شعبه 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 بيرنم والبيوت عمالة تصلي وتصرخ وتنادي أصنة 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 يا ابن داود, أصنة يا ابن داود, أصنة يا ابن داود, ارحمنا, have mercy, have mercy on us, ارحمنا. مش عايزين الأسبوع ده يضيع. عايز شجعك الاثنين والثلاث والاربع الخميس اقرأ جلسة المسيح الختامية مع التلاميذ قبل الصليب, الخمس أصحاحات دول, يوحنا 13 14 15 16 17 ملخص الإنجيل, اقرأه مع عيلتك واقبل كلماته, وإن كلمتك تبقى دستورنا, وإن وصاياك تبقى حياتنا, وإن بيوتنا تبقى منارات بتعلي مجدك وبتبان أنت فيها, وتبقى بيوتنا راية مرفوعة بالحق, وتنادي شعوب وأمم بالتوبة والرجوع. هو بيخبط على بابك وعلى بيتك, ده زمان افتقادك وافتقاد أسرتك وعلاقتك بمراتك وأولادك. عايز أقولها مرة تانية ونختم بيها, لم تبني أنت البيت تضيعه.